ولا يخفاكم قصة ذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذي دخل على المسجد قبل 3 سنوات وبدأ بقتل المصلين ويريد أن يذهب إلى مسجد آخر ليقتل باقي المصلين في صلاة الجمعة، ولكن سبحان الله بعث الله من المسلمين العزل من أخذوا منه السلاح جبان، وآخر أيضا دخل على مسجد يريد أن يقتل المصلين فاستقبله مسلم باكستاني ورجل كبير 48 سنة كان، وأخذ منه السلاح عزل. نذهب إلى الصلاة تريد أن تقتلهم؟ لما؟ حق الدفين. يمسكون بالقرآن ويحرقونه أمام المصلين، أمام المسلمين، أمام الموحدين، ويبثونه في الفضائيات، يأتون بالكاريكاتير على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ثم يقولون هذه حرية، بينما مسلم يريد أن يؤذن أذان أشهد أن لا إله إلا الله، لا يا أخي لا تؤذي غيرك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا للغير أذان داخل ساوي. إذن هم يكيلون بمكيالين، لكن الحمد لله الإسلام علمنا الإنصاف فلا نعاملهم كما يعاملوننا، فلا يحل لمسلم أن يدخل إلى كنيسة ويقتل من ليسوا بمسلمين، لا يحل. هؤلاء أهل ذمة، دخلوا ديار الإسلام بعهد وعقد أمان. فتنبهوا إخواني في الله إلى الفرق بين ما يدعو إليه الإسلام وبين ما يفعلونه بالمسلمين، لكن ليس لها من دون الله كاشفة، فأملنا بالله جل في علاه.